من أرض الصومال، نحن على علم بمحركات الإمارات في أرض الصومال التي تريد منها مرمرة من حاجة إقامة قاعدة عسكرية تريد من خلال استخدامها في ضرب أراضي اليمن. وتعلم شعب وحكومة أرض الصومال إن هذا الحرب ليس حربكم، وأنتم أخوة لنا وأرضكم من عبنا، فلا تسمحوا لهم لأن يزرعون بخيلة بين شعبينا، لأن حدث ذلك كمان حقنا أن ندافع عن أنفسنا ضد أي أرض يتم من خلال الاعتداء علينا. وتعلم حكومة أرض الصومال إن صواريخنا سوف تطال مدنكم دون رحمة بما فيها العاصمة هرقيزة، وإن عدلتم عن ذلك وأنتم أخوة لنا، والتاريخ سيذكركم لأنكم وقفتم مع ملة قضية عادلة كما أنتم أهل القضية. بعثنا لكم هذه الرسالة عبر أخ لنا وصديق وفي نفس الوقت منكم وفيكم.